السلام عليكم الأخوات، إن شاء الله كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم تشورو اللي هو معروف ومحبوب عند الجميع. طريقة سهلة وكيجي المذاق زوين ولذيذ، ويمكن تفنوا بالطريقة ديال التقديم ديالو، إما غديروه بشكل فردي ولا ديروه على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. نشارك معكم المقادير. هنا غادي نحتاجو 150 مليلتر ديال الماء. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله باش يكونوا المقادير مضبوطين ويصدق لكم ويكون واحد الشورو ناجح ان شاء الله. 150 مليلتر ديال الماء يكون طيب، يكون غليان. 40 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، واحد قبيصه ديال الملح ضروري في جميع الوصفات، و110 غرام ديال الطحين، وجوج بيضات يكونوا ما كبارش بزاف. والطريقه غادي تلاحظوها معايا ان شاء الله بالمراحل. الماء كما ذكرت لكم الاخوات، الماء يكون ضروري يكون درجه الحراره ديالو يكون سخون. غادي نزيدو الطحين ديالنا وغادي نحاولو نخلطو بحركات بسرعة. غادي تحسو بالعجينة بأنها قصحت لكم شوية، ضروري تردوها على عافية مهيلة وتبقاو تخلطوها مزيان تتحسو بها نشفات. تقريبا مده واحد 4 دقائق 5 دقائق وتكون النار مهيله، لان في ديك المرحله كنحاولوا نشفوا العجينه ديالنا باش تكون لنا وصفه ناجحه. هنا كما لاحظتوا راني ديتها فوق النار ونشفات معايا، وضروري تخليوها تتبرد، لان هذا المقطع تقطع ليا انا، راه بردتها شويه خليتها تخرج من الحراره باش منين نضيفوا البيض ديالنا ما يصدقش لينا دايرين اومليت. ضروري تخليوا العجينه تلقاها في شي اناء يكون بارد، وعاد هنا نضيفوا بيضه بوحده وحده وحده تنخلطوها. انا كنأكد بالنسبه للمبتدئات اللي غادي يصيبوا هذه الوصفه كاول مره، ضروري تخليوا العجينه تتدفى لكم. وهنا غادي نكمل البيضه الثانيه. وهنا غادي تاخذوا الوقت ديالكم الكافي تدخلوا البيض مزيان وترطب لكم العجينه، وضروري تخرج لكم بهذا الشكل اللي غادي تلاحظوا معايا في الاخر. هنايا باش يسهل عليكم تخلطوها حاولوا ديروا الفوي باش تخدموها مزيان بهذا الشكل، تخدموها مزيان تتحسوا بها بحال هذا الشكل. وباش تخرج لينا في البوشيت، لان غادي نستعملوا ضروري يكونوا عندكم جيب حلواني البوشيت باش نبوشيوها ان شاء الله، وغادي نخرجوها بالاشكال اللي بغيتوا تقدروا تفنوا في الاشكال. انا غنشارك معكم واحد جوج اشكال اللي درت هنايا. هذا هو الاول، ومن بعد درت واحد الشكل على شكل حلزوني. ان شاء الله كنتمنى تجربوه يعجبكم، وتقدقوه باي صوص شوكولا او المربى، او مجرد تكتفيو ديروا ليه سكر سنيده تزيين او المرافق ديال هذا الشورو. لكم الاختيار ديروا اي صوص كتعجبكم.
انا خديت الحليب درته مع شويه النشا، ومن بعد درت عليه قطع ديال الشوكولا ووجدت به واحد لاصوص شوكولا. Thank you.